الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلي على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي حثنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد، يا رب أجرنا من عذابك.
شفاعة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغني الولي طالب البعث الوارث المنح السالم عالم الكائن والبين والزين والذاهب يصبحه الآفل والمائل والطالب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعده الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب. فلا رأيت القدامى قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه وعاتب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله.
فسبحانه تعالى ممن أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم، قال آدم به ونيله على المراتب. قيل هو نوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب، وموسى كديم ومخاطب. قيل هو عيسى، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس الأصائب؟ قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره على السبع اتباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فازالا ما اشتقاه من المحن والنوائب آمن به الطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنينا حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعف ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب.